الله يبارك. مبروك لك يا ابن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلقينا شرف دعوة كريمة وغالية على النفس من أخ عزيز وغال علينا، الأخ هادي بن مشكي، ناسب الزواج ابنه الأستاذ عبد الله. عشيرة آل سعيد، أقوالكم يا هادي وإبراهيم، وأنا معكم زوج. تشرفنا كثيرا أن نصل إليكم في صف، ليس تغليا عليكم أو على بقية العشائر القبيلة، ولكن ربما صدفة جمعتنا بمناسبة في قدوم عند قبيلة خارجة عن القبيلة، قدمنا عندهم قبل المغرب، اجتمعنا، وما أننا مجموعة كبيرة عجز علينا أن نقدم بدون صوت إلى هذه الساعة المباركة، ملبين اللهم إليكم، تلبيكم المسترة من رب العالمين، ملبينا الدعوة، شاركينكم في الأفراح، مباركين بالزواج، بايدينا عطاء عبارة عن مبلغ من المال 5200 ريال، منها 2000 ريال وهدية عينية من الأخ أحمد مفرح أبو يزيد، مقدمة إلى زميله وصديقه الأستاذ عبد الله، وبقية المبلغ من هؤلاء الرجال المادلين أمامهم. أن تجمعنا هو الله أنه الحق والواجب علينا، والحق الكبير على الخال تجاه ابنه، وإن قصرنا فأنتم من يعذرنا، وأنتم من يغمرنا دائما بجميلكم، ولن نوفيكم مهما قلنا ومهما عملنا، فأنتم السفاتين في الجميل، وأنتم من يقدقنا بكرمكم وجميلكم سابقا وحاضرا ومستقبلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق العريس، وأن يبارك له وأن يبارك عليه، وأن يجمع بينهما بخير. هذا علمنا وسيرتنا على حكم الله سبحانه وتعالى. تسلمون وترزون، حياكم الله ومرحبا، الله يحييكم، أنتم ربعنا ومنا وفينا وخولان عوان مشي، ولا ننكركم مرحبا ملايين، والله إنكم غالي وإنكم ترفعون الرأس، مرحبا ملايين، الله يحييكم وأهلا وسهلا.